احنا من اليوم الاول ما بدا الحديث عن موضوع كورونا وهذه الموجه لهذا الفيروس المستجد اعتمدنا مبدا خطه متدحرجه. بدانا من الاشياء الابسط حسب ما كان يرد الينا من زملائنا ومن المنظمات والمؤسسات اللي احنا بيننا وبينهم تعاون على المستوى العالمي. بدينا نتعلم من تجارب لانه هذا الفيروس جديد علينا كلنا ونحن كلنا نتعلم من ما يحدث. لذلك ابتدانا اولا بخطه تعتمد على عدة أسس. حاولنا قدر الإمكان بالأول أنه نوقف مؤقتا المرضى الذين يأتون من الدول التي كانت يوم من الأيام عندها حالات، ثم لم نكتفي بذلك، الآن توقفنا بصورة كاملة عن استقبال أي مريض من خارج الأردن، وإن كان هنالك مريض من مرضانا وضمن للضرورة القصوى هنالك إجراءات وبروتوكول لازم يكون. إذن إجراءات متدرجة اتبعها مركز الحسين للسرطان قبل بداية الأزمة منعا لتسلل الفيروس إلى فئة هي الأكثر حساسية في مواجهته وهم مرضى السرطان، إلى أن وصل الأمر إلى تجديد إجراءات استقبال المراجعين وحصرهم بالحالات الطارئة والحرجة. ما غيرنا الآن سيكون العملية عكسية. أنا أدعو المرضى الآن كالتالي، إنه من عنده أعراض سيكون عندنا خط ساخن اليوم سنزود فيه وسائل الإعلام، التواصل الاجتماعي، راح يروح رسائل نصية لكل مرضانا بده يحكي مع الخط الساخن. هذا الخط الساخن راح يكون عليه ممرض خبير ثم طبيب. هذا الطبيب والممرض راح يعمل سكرينينج لهذا المريض، يسأله كم سؤال ثم يعود إلى ملفه ويعطيه درجة خطورة، هل حضوره للمستشفى فيه فائدة له أم ضرر. إذا غلبت الفائدة على الضرر راح نرتب له إحنا إنه بتيجي هي موعدك، ورح يجي بطريقة معينة بحيث إنه ما يدخل المستشفى. رح نعمل مناطق خارج المستشفى يعني بحرم المستشفى ينعمل له سكرينينج بحيث إنه لا يتعرض لعدد كبير من الأشخاص حماية له ولهم. ثم إذا كان هنالك اشتباه لا سمح الله بكورونا سيدخل إلى قسم خاص وليس إلى الأقسام العامة. عملتي مع أي شخص متبرون الحجر الصحي ولا حتى عليه أعراض كورونا؟ لا. خطة طوارئ تم استحداثها في مركز الحسين للسرطان تشمل العديد من البروتوكولات الدولية التي يتم فرضها لحماية مرضى السرطان في ظل الظروف الاستثنائية كالتي تمر بها البلاد اليوم إثر انتشار وباء كورونا المستجد. منذ بداية الأزمة اجتمعت لجنة مكافحة العدوى وخلية الأزمة بمركز الحسين للسرطان ووضعت عدة استراتيجيات وخطط لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في العالم وفي الأردن. من ضمن هذه الاستراتيجيات مراجعة خطة الطوارئ الموضوعة سابقا في المركز وتحديثها بناء على معطيات هذا المرض الجديد وكيفية انتشاره وطرق العدوى منه، ومراجعة كافة الإجراءات التي تضمنت أولا استحداث محطات فرز لكافة الداخلين للمركز سواء من مرضى أو مرافقين أو زوار أو مراجعين أو متعاقدين مع المركز. ولأن الظرف الصحي الحالي يحتم على الأطباء اتباع إجراءات احترازية مضاعفة لحماية أنفسهم وضمان حماية مرضاهم، يتبع الأطباء بروتوكولات طبية مشددة تصل في بعض الأحيان لبقائهم لفترات طويلة منقطعين عن الاتصال المباشر مع عائلاتهم. الكل خضع لتدريب، الكل يعني من بداية الأزمة اللي صارت عملنا تدريب للشباب، عملنا أورينتيشن، مرضانا هيئناهم نفسيا بالمسجات، كل دكتور بالعيادات بتواصل مع مرضى بالتليفون على موعد عياداتهم، تم إعادة تنسيق وجدولة موعد الكيماوي، موعد الإشعاع بالطريقة اللي بتناسب المركز وبتناسب المريض أولاً كمان. لا تقتصر الجهود الداعمة لمرضى السرطان على الكوادر الطبية العاملة في المركز، حيث يقيم الأمن العام حملة للتبرع بالدم تستمر لعدة أيام لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان، ويشارك بالحملة عدد من مرتبات الأمن العام من قيادة قوات الدرك وإدارة السير لسد احتياجات المركز وفقا للشروط الصحية المطلوبة في مثل هذه الظروف. ينضم إلينا عبر سكايب من عمان المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور. أهلا بك معنا دكتور عاصم في بعد الخبر. إذا ما تحدثنا عن الإجراءات المبكرة التي اتخذها المركز للاستجابة لأزمة كورونا، ما هي؟ مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين. حقيقة كورونا أخذت العالم كله على حين غرة، مش بس إحنا، لكن إحنا حاولنا قدر الإمكان بمركز الحسين للسرطان إنه نكون سباقين. فبالوقت اللي خرجت منه هذه العدوى من خارج حدود الصين إلى أوروبا، تواصلنا مع زملائنا بالمراكز العالمية الأوروبية
وسألناهم ما الذي يحدث لمرضى السرطان في هذه الظروف غير المعهودة وغير المألوفة بالنسبة لنا على المنطقة. هنالك بروتوكولات، هنالك تجارب عندهم قمنا باستحداثها قبل أن تأتي حتى أول حالة إلى الأردن، وهذه عملنا على عدة محاور بنفس الوقت. أولاً كيف نجنب مرضانا العدوى؟ من هم المرضى اللي لازم نعالجهم الآن؟ ومن هم المرضى اللي يجب أن نحميهم وأن يلتزموا بيوتهم؟ كيف نحمي موظفينا بحيث يكونوا قادرين على تقديم الخدمة والرعاية للمرضى؟ وكمان جانب مهم جداً، كيف نحمي المركز بحيث يكون عندنا كافة الوسائل لحماية المرضى وحماية المركز من كمامات ومن وسائل وقاية أخرى بحيث أنها تكون موجودة وما ننقطع منها في ظل تنافس العالم على هذه وقلتها على مستوى العالم، وكل الدول أصبحت الآن تتنافس عليها. فحقيقة كانت خطة متكاملة تشمل المريض وتشمل العامل بالمركز وتشمل الآلة أو الوسيلة للحماية. طيب دكتور، يعني الخدمات التي تقدم حاليا في المركز في ظل حظر التجول، إذا ما تحدثنا عن المراجعات الدورية، جلسات العلاج، الأدوية، كيف يتم اتخاذ التدابير في ذلك؟ حقيقة من أول يوم احنا وضعنا guidelines، محددات من هو المريض الذي لا ينتظر وضعه ويجب أن نعالجه، ومن هو المريض إذا بدأ العلاج سيشكل ضرر عليه. اللي عملناه كالتالي: بالنسبة للمراجعات العيادات استحدثنا نوع جديد من العيادات، وهي العيادات عن بعد، بحيث يقوم الطبيب والممرض بالتواصل عن بعد مع المريض وسؤاله عن أعراضه، وإذا كان هنالك ضرورة لهذا المريض أن يأتي إلى المركز سيأتي، إن كان ضرورة لطلب فحص مختبر أو أشعة تطلب له بحيث أنه يأتي وتكون جاهزة أنه ما يتأخر بالمركز ويعملها سريعا. إحنا الآن يوميا نجري حوالي 400 عيادة عن بعد لمرضانا، هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة لمرضى الكيماوي، ترجنا حقيقة بإعطاء الكيماوي. بدأنا أولا بالمرضى اللي لا يمكن أن ينتظروا شهر أو شهرين من الإغلاق، لكن اليوم الحمد لله أستطيع أن أخبرك أنه اليوم هذا اللي إحنا فيه يوم الأربعاء أجرينا 160 عملية إعطاء جرعة كيماوي، يعني 160 جرعة كيماوي تم إعطائها لمرضانا ضمن أعلى الشروط، بحيث أنه كنا متأكدين قبل ما يجوا للمركز أنه ما عندهم أعراض تمنحهم من أخذ هذا الكيماوي، ولا يوجد ضرر من أخذهم للكيماوي. لذلك الحمد لله رب العالمين وصلنا الآن إلى حوالي 80-90% مما كنا عليه قبل كورونا. بالنسبة للأشعة العلاجية نفس الشيء، اليوم قمنا بإجراء حوالي 120 جلسة أشعة لمرضانا واتبعنا نفس الشيء. العمليات من الأسبوع الماضي ابتدأنا بإجراء العمليات الضرورية، خلال هذول الأسبوعين أجرينا حوالي 100 عملية للمرضى اللي لا يمكن أن ينتظروا. الحمد لله رب العالمين الآن إحنا أستطيع أني أخبرك أنه معظم مرضانا من لا يمكن أن ينتظروا إلى نهاية عمليات الحظر والحجر المنزلي، نحن نقوم بخدمتهم إما عن بعد وإما من خلال وصولهم إلى المركز وتقديم الخدمة لهم في المركز. طيب دكتور، وموضوع الأدوية كيف يتم تدبير ذلك؟ هذا موضوع ثاني يعني انتبهنا له برضو من حوالي 3 أشهر. عملنا إحصائية للمخزون الاستراتيجي للأدوية بمركز الحسين للسرطان، وما هو استهلاكنا، معدل استهلاكنا الشهري، وماذا يلزمنا إذا أردنا أن تكون هذه الأدوية تكفينا إلى نهاية هذا العام، وتواصلنا مع كل مكان بالعالم يمكن تكون موجودة في هذه الأدوية وقمنا بجمعها. تعاونت معنا مؤسسة الغذاء والدواء مشكورة وسرعت كل العمليات والقوانين اللي كان بدها تاخذ وقت في الماضي، لكن مشكورا الدكتور هاي العبيدات الله يسهل عليه كان متعاون جدا معنا، فاستطعنا الحمد لله رب العالمين الآن أني أخبرك حتى لو تم هنالك إغلاق لأشهر أنه كمية الأدوية لمرضانا هي مؤمنة بالمركز من خلال مخزوننا الاستراتيجي. دكتور، تحدثت قبل قليل عن موضوع كيف يتم جلب المرضى إلى المركز وإرجاعهم. هنا يأتي السؤال عن التدابير المتخذة والضرورية والمتخذة في حال مثلا زيارات ذوي المرضى، كيف يتم التعامل مع ذلك؟ نحن منعنا زيارات ذوي المرضى من اليوم الأول، يعني قبل ما يبدأ منع التجول بالأردن نحن منعنا الزيارة. إحنا بالوطن العربي في نقطة مهمة يجب أن ننتبه إلى وهي مختلفة عن الدول الغربية. الدول الغربية لما يكون في مريض بالغالب يزور شخص من عائلته أو لا يزور أحد،
لكن احنا معدل الزياره للمريض باليوم ببلادنا مش اقل من 5 وقد تصل الى 10 و15 شخص يزور باليوم. لو فتحنا هذه الزيارات لا سمح الله لكانت كارثه. لذلك كنا من اليوم الاول حددنا تمنع الزياره، هنالك مرافق واحد للمريض يجب ان يكون ضمن عمر معين، الا يزيد عمره عن 60 سنه ولا يقل عن 18 سنه، وان يفحص هذا الشخص ويختبر انه ما عنده لا حراره ولا اي اعراض لكورونا. لذلك منعنا الزيارات، منعنا احضار الطعام والشراب من خارج المركز، واجرينا سكريننج لكل المرافقين للمرضى. طيب فيما يتعلق ب إذا ما حدث سيناريو سيء لا سمح الله، ما هي تجهيزات المركز لحدوث سيناريوهات سيئة، خصوصا إذا سجلت إصابة لا سمح الله لأحد المراجعين للمركز أو أحد المرضى أو أحد العاملين أيضا؟ يعني نسأل الله أن لا تحدث، لكن ما في حدا إميون إنها ما تصير عنده. إحنا عملنا أولا بهمنا نشتغل على عدة محاور. المحور الأول الكادر الطبي، لأنه لا سمح الله لو أصيب الكادر الطبي اللي راح يخدم هذا المريض لن يخدم المريض ولن يلقى الرعاية. لذلك الآن إحنا قسمنا مركز في كل تخصص إلى نصفين، على أن لا يكون أي من هؤلاء النصفين مداوم بنفس الوقت. يعني إذا عندي أخصائيين جراحة بمجال ما، اليوم بداوم الأخصائي ألف وبكرة يداوم الأخصائي بي، قد لا يختلطوا الأخصائيين اثنين مع نفس المريض. هذه واحدة. اثنين، أمننا كل وسائل الحماية للموظفين والعاملين وللمرضى من خلال ما يمكن أن يوفروا أي مكان بالدول اللي سبقتنا بالإصابات. ثلاثة، حددنا طابق كامل بمركز الحسين للسرطان لعزل المرضى، وفرغناه من الآن من المرضى العاديين، وسيكون فيما لو حدثت إصابة لا سمح الله أنه يعزل هؤلاء المرضى بغرف مجهزة ضمن التجهيزات وما يوصي به أطباء مكافحة العدوى. خصصنا كمان قسم بالطوارئ للعزل للمرضى اللي لم يشخصوا بعد، هنالك اشتباه لكن لم تثبت إصابته بعد، هذول كمان لهم قسم معين يعزلوا فيه إلى أن تثبت الإصابة أو لا تثبت. إن ثبتت يذهبوا إلى طابق العزل، وإن لم تثبت يذهبوا إلى الطوابق العادية. طب دكتور، سيناريو مثلا الكادر الطبي العامل في المركز، هؤلاء يعني يخرجون ويتنقلون وليسوا ثابتين في المركز بشكل مستمر ولا مداومين بشكل يعني ثابت دون خروج ودون يعني خروجهم من المركز، بالتالي يعني فرصة أن يتعرض أحدهم إلى إصابة هي واردة، ولكن ما هي يعني آلية المركز للتعامل مع هذا السيناريو؟ هل هناك استراتيجية معينة للتعامل مع هذا السيناريو؟ كيف سيتصرف المركز في حال وقوع هذا الأمر لا سمح الله؟ يعني اشتغلنا برضو على عدة محاور. المحور الأول برضو من اليوم الأول أرسلنا لكل مدراء الدوائر وللموظفين أنه تساهلوا جدا بإعطاء الإجازات لأي واحد يشعر أنه عنده لا سمح الله حرارة أو أي عرض. عادة المؤسسات تتشدد شوية مع الموظفين ويطلبوا تقرير طبي وإجازة طبية من قبل الأطباء. إحنا هذا شلناه وقلنا أي شك في شيء لا تحضر للعمل وتواصل معنا عشان نعمل لك فحص الخاص بالكشف عن كورونا. هذه واحدة. اثنين، بعض الموظفين اللي لديهم خطورة عالية بحكم إما أماكن سكناهم أو وضعهم العائلي، وفرنا من خلال إما فنادق عندنا فندقين أو من خلال سكنات خاصة للمركز، بحيث أنه صار لهم الآن، إحنا في عنا بعض الموظفين صار لهم 4 أسابيع الآن لم يعودوا إلى بيوتهم وهم موجودين، وهذولا بيشكلوا مخزون استراتيجي إلنا بحال لا سمح الله كان هنالك عدوى في وسط الموظفين. ثالثا، إحنا زي ما حكيت لك فصلنا الموظفين عن بعض خلال الدوام، أعطيناهم كل وسائل الحماية، ويبقى يعني تيسير وتوفيق ربنا هو فوق كل ذلك بعد هذا. طيب دكتور، سؤال أخير، يعني مرضى السرطان هناك من يقول بأنهم الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، ولكن يعني لا توجد دراسة تثبت بأنهم فعلا هم الفئة الأكثر تأثرا بهذا الفيروس. وإذا ما كان هناك أي حالة في الأردن مثلا سجلت لمصاب أو لمريض سرطان وأصيب بفيروس كورونا، ليس فقط من هم يتابعون في مركز الحسين للسرطان، إذا كان لديك أي معلومات.
يعني أبدأ من الجزء الأخير من سؤالك. مرضانا مركز الحسين للسرطان الحمد لله لحد هذه اللحظة ولا مريض أصيب بكورونا، لكن هنالك مريضة واحدة على الأقل أنا بعرف عنها مصابة بسرطان الثدي أصيبت بكورونا، ومعلومتي أنه الحمد لله أمورها الصحية جيدة. بالنسبة للدراسات العالمية لا، هنالك دراسات حقيقة وصدرت من عدة دول تقول أنه أولاً مرضى السرطان هم عندهم احتمالية للإصابة بكورونا أعلى من غيرهم، لكن الأهم من ذلك في حال إصابتهم لا سمح الله احتمالية أن تكون هذه الإصابة شديدة وقد تؤدي إلى وضعهم على أجهزة التنفس أو وضعهم أو حتى الوفاة لا سمح الله هي أعلى بأربع مرات من مجمل الناس العاديين الغير مصابين بالسرطان. فحقيقة الخطر حقيقي، لكن إحنا هنا كمقدمي رعاية نوازن ما بين الفائدة من العلاج والضرر اللي ممكن يسبب حضور المريض للمستشفى وأنه يأخذ العلاج وتنزل مناعته لا سمح الله. إذا غلبت الفائدة بحضوره وعلاجه نحن نعطيه العلاج، إن غلب الضرر نحن نؤجله إلى أجل إن شاء الله قريب أنه تفرج عنا وعن العالم هذه الأزمة. بالتأكيد، والسلام للجميع، وجهودكم مباركة ومشكورة. شكرا لك مدير العام لمركز الحسين للسرطان دكتور عاصم منصور، شكرا لك.